عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ كيف بقيتو مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير، وكنتمنى هاد الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. البنات كما وعدتكم فيديو جديد معكم ان شاء الله، فيديو جديد باش نشارك معكم فيه واحد الوصفه اللي طلبوها مني البنات وطلبوها مني المتتبعات ديالي الوفيات. وصراحه هاد النهار ماشي ما عنديش غير وصفه واحده، مي عندي جوج ديال الوصفات اللي زوينين وغادي يعجبوكم، وصراحه وصفات ناجحين 100%. قبل ما نبدا الفيديو ديالي غادي نجيب باش بعدا نرحب بكم كما العاده، كنقول لكم مرحبا بالبنات الجداد ومرحبا بالبنات القدام. وجيت باش نقول لكم حاجه اخرى، البنات اللي غادي تزور القناه ديالي اول مره مرحبا بها، وما تنساش انها تفعل الجرس وتخلي لي لايك واشتراك باش توصلي اي جديد ملي نحط انا شي حاجه جديده في القناه توصلي بها. المهم البنات كما قلت لكم انا عندي لكم جوج ديال الوصفات. بالنسبه للوصفه الاولى غادي تكون ديال نقص الوزن. البارح ملي حطيت الفيديو ديال وصفه ديال ديال زياده الوزن، بزاف ديال المتتبعات اللي بقاو كيقولوا لي بغينا وصفه ديال نقص الوزن، وبزاف يعني بزاف ديال البنات اللي طلبوا الوصفه ديال نقص الوزن، وعاوتاني بزاف ديال البنات اللي طلبوا ليا وصفه اللي كترطب الشعر وكتحارب تشوكات ديال الشعر وكتطول الشعر وكترطبو، ووصفه اللي كتصلح للشعر المصبوغ والشعر المتجعد والشعر اللي ما كيطوالش وخلاص اللي البنات اللي عندهم شعر حرش. المهم البنات سميتو دابا غادي تجيو معايا باش تشوفوا شنو غادي نحتاجو في هذه الوصفه، شنو هما المكونات اللي غادي نحتاجو وشنو غادي نحتاجو ان شاء الله في هذه الوصفات بجوج. خليكم معايا البنات ويلاه معايا نكتشفوا جميع المكونات والوصفات ديالنا بجوج، وكونوا اكيدين انني فوق ما كنجيب لكم شي وصفه كتكون وصفه ناجحه ومفيده 100%، وخاليه كاع من المكونات الحافظه، دائما وصفات طبيعيه اللي غادي يعني الوصفات اللي غينفعونا في صحتنا ماشي يرجعوا علينا بالاضرار. يلا البنات ما نطولش عليكم بلا 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 وقوه الهضره، يلا هم معايا وتشوفوا شنو غادي نحتاجوا بالنسبه للوصفات ديالنا بجوج. هانتوما البنات اول وصفه اللي غادي نطبق معكم وهي وصفه ديال النقص في الوزن، الوصفه اللي غادي تنقص لنا الوزن. بالنسبه للوصفه غادي نستعملوا جوج ديال المكونات اللي هما عندي جوج حامضات وعندي سكينجبير طري. بالنسبه للبنات الحامض غادي نشدوه وغادي نقشروه على هالطريقه كما شاركت معكم انا في الفيديو. بالنسبه للسكنجبير البنات ضروري انكم تستعملوا سكنجبير طري، يعني ما يتعوضش يعني بسكنجبير يعني المطحون، لا ضروري اننا نستعملوا سكنجبير طري. غادي نشدو البنات الحامض ديالنا وغادي نشدوه نقشروه وغنزولو العظومه، غنحاولوا ما نخليو فيه حتى طريف ديال العظومه باش ما يطلقناش الحروره. بالنسبه للوصفه بارك علينا غير الحراره ديال سكنجبير، ما نزيدوش حتى الحراره ديال العظومه، وراكم عارفين ان العظومه كتلقون مروره ماشي غير الحراره. المهم انا غادي نستمر على هذه الطريقه، يعني غادي نقطع سميتو الحامض ديالي صوب حامضات ديالي بجوج ونقيهم من العضو العظيمات، وغنقي حتى سكنجبير ديالي من سميتو من القشيره ديالو الفوقانيه، نقطعوهم ان شاء الله وغادي نطحنوهم في الخلاط الكهربائي. البنات بالنسبه للوصفه راها زوينه بزاف بزاف وراها كطيح الكرش، يعني كتحيد الكرش في خطره، تجيكم الدارجة نيشان كتسرس، يعني كتحيد الغازات من الكرش، كتحيد الميكروبات، كتحيد السموم. مزيانه للناس اللي عندهم السكر، مزيانه للناس، مزيانه السرطانات اللي تيكونوا في الكرش. وصفه اللي كتعقم لينا كما كنقولوا المصيرنات والكرش واي حاجه عندنا كتزولها لينا. المهم انا غادي نستمر البنات على هذه الطريقه وغادي نطحنوا المكونات ديالنا كاملين. خليكم معايا وما تمشيو فين، وانا غنرجع معكم ان شاء الله باش نشرح لكم الطريقه ديال الاستعمال. Beep, beep.
المهم البنات كيما شفتوا معايا انا كملت دابا التنقيه ديال الاسكنجبير ديالي. المهم غنخليو حتى حاجه، يعني اي طريف ديال الاسكنجبير غادي نضيفوه، ما ضيع ما عندنا لاش. دابا البنات من بعد ما طحنت واحد شويه المكونات ديالي بجوج، دابا غادي نضيفو المكون الثالث واللي هو مهم بالنسبه للوصفه، يعني ضروري منه، وهو العسل الحر. يعني خصنا ضروري نستعملو العسل الحر. بالنسبه للعسل الحر البنات تقريبا زدت معلقه حتى لجوج معلقات كبارين ديال العسل حره. صافي غادي نزيد العسل ديالي حتى هي على المكونات ديالي بجوج، وغادي نطحنهم في الخلاط الكهربائي حتى يوليو ليا تقريبا بحال العجين. المهم البنات الوصفه ديالنا ها هي وجدات معانا وكتجي على هذه الطريقه هذه. كل شوفوا البنات كل ما طحنتوها مزيان يعني وتعلقت الوصفه كانت احسن باش ما تضركمش في المعده. لحقاش يقدر الا بقى سكنجبير هكاك محبب بزاف يقدر يضركم في المعده. مهم كنحتفظوا بها في قرعه زجاجيه بحال هذه، وكنغلقوا عليه مزيان باش ما تدخلوش الهواء، وكنديروه في الثلاجه. ضروري اننا نديروه في الثلاجه باش ما يضيعش لينا، وحاولوا انكم تطحنوا واحد الكميه اللي تبقى لكم سيمانه، وملي تسالي لكم الكميه عاودوا طحنوا كميه اخرى. وغير جربوا البنات الوصفه راه غادي تعجبكم، راه زوينه بزاف، واخا شويه حاره ولكن مفيده للصحه، وكت يعني كتنقص الوزن بواحد الطريقه رهيبه. يعني ما كتاخذش مده كثيره، تقريبا سيمانه كطيح واحد الكميه كبيره ديال الوزن، وكتحيد الدهون. البنات دابا البنات غادي نبدا باش نصوب معكم الوصفه الثانيه ديالي، وهي الوصفه اللي كترطب الشعر وكتحيد التشوكات ومزيانه الشعر كتطولو وكترطبو. اول حاجه عندي فلفله اللي شديتها البنات وقطعتها مزيان، قطعتها طريفات، يعني طريفات واخا يكونوا حتى كبار ماشي مشكل. وعندي فصيصات ديال الثومه، انا استعملت 6 ديال الفصوص ديال الثومه الحمراء. وعندي كاس كبير ديال الزيت، زيتون زيت البلديه، وقريعه ديال الزاج اللي شديتها بطبيعه الحال من قبل وغسلتها مزيان وعقمتها باش ما تسببش لينا شي اضرار. اول حاجه البنات غنديرها هي انني غنرمي الفلفله ديالي على هذه الطريقه، غنرميها في قريعه الزاج اللي عندي، وغادي نزيد عليها المكونات ديالنا بجوج. صافي بالنسبه لهاد الوصفه البنات ديال الشعر راها ساهله وبسيطه، وكنظن انا كاينين بزاف ديال المتتبعات اللي عارفينها، وغير جربوها حتى هي راه زوينه. غير نتوما خصكم طبقوا طريقه ديال الاستعمال وطريقه ديال حفظ ديال الزيت. صافي انا نقطع دابا الثومه، ضروري انكم تفلحوا الثومه البنات باش تطق الجهد ديالها. وغادي نزيد الكاس الكبير ديال الزيت اللي عندي، زيت الزيتون. صافي البنات غادي نحتفظوا بالزيت ديالنا، غادي نسدو عليها القريعه. نحركوا المكونات ديالنا بجوج باش ينجمسوا على هذه الطريقه، وغادي نسدو القريعه ديالنا ونحاولوا نسدوها مزيان باش ما تدخلهاش الهواء، وتضيع لينا ديك سميتها ديك الفلفله،
يعني خص حتى الفلفله طلقنا الجهد ديالها كامل عاد نستعملوها. انا البنات استعملت غير قريعه ديال الكونفيتور، ماشي مشكل، المهم انني عقمتها مزيان وغسلتها مزيان. وبالنسبه للطريقه الثانيه البنات، غنجيبوا واحد الطرف ديال الثوب، انا هذا واحد ماشي بلاستيكه ديال ميكا مي ديال الثوب اللي عندي، غنشدوها وتكون ضروري البنات تكون كحله، ضروري انها تكون كحله حيت الزيت باش تنجح لينا خصها تبقى في الظلام، يعني ما تشوفهاش الشمس ما تضربهاش الهواء. غادي نسدوها على هذه الطريقه البنات، وغنحتفظوا فيها نحتفظوا بها في شي بلاكار او لا المهم شي بلاصه اللي ما تضربهاش الشمس وما تقيسهاش الهواء لمده سيمانه. ملي تكمل لينا سيمانه البنات، ديك الساعه غادي نجبدوها وغادي نستعملوا الزيت ديالنا على الشعر ديالنا كامل. المهم الغزالات ديالي كما شفتوا معايا وكما شفتوا معايا شنو غادي شنو احتاجينا والطريقه باش صوبنا الوصفات ديالنا بجوج. دابا جيت باش نشرح لكم طريقه ديال الاستعمال البنات. هذه هي الوصفه ديالنا اللي صوبت معكم ديال اللي كتنقص الوزن، وصفه زوينه. وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال، انا كنفضل انكم تستعملوها كل صباح، يعني في الايام العاديه من غير شهر رمضان قبل ما تفطروا. بالنسبه لدابا شهر رمضان، ما نكذبش عليكم، بنادم كيقيل صايم ويسبقها قبل الفطور، صراحه الله قاصحه بزاف. يمكن لكم تاكلوا واحد شويه وعاد تستعملوها من بعد، او لا خليوا الوصفه حتى يخرج الشهر الكريم ما بقى لنا والو، واستعملوها كل نهار على الريق. ملي تنوضوا في الصباح الا قديتو ما قديتوش، يمكن لكم تشربوا واحد الكاس ديال الماء وعاد تستعملوا الوصفه. بالنسبه للوصفه البنات، شنو هو الدور ديالها في الصحه ديالنا ولاش كتصلح وشنو كدير الوصفه البنات؟ كتطيح الوزن، كتذوب الدهون اللي عندنا في الكرش، في الجناب، في اي بلاصه عندنا الدهون كيذوبوا، كما كنقولوا كتكرط المصارم، يعني اي حاجه عندنا كما قلت لكم الدهون السموم اي حاجه، راكم عارفين ان السكين جبير راه صحي صحي، لا هو ولا الحامض. يعني بالنسبه لغير الحامض بوحديتو مع الماء راه زوين، انا راه عندي وصفه كنستعملها غير الحامض مع الماء راه مزيان كيطيح الكرش. عاد هذا واحد الحاجه البنات غادي نقولها لكم، ما تخلعوش الا كلتو الوصفه وطلقات عليكم الكرش، راه عادي جدا حيت الوصفه كتكرط، يعني كتحيد اي حاجه اي سموم عندنا في الكرش. ضروري ان الوصفه ملي غتدخل معانا راه الا لقات عندنا شي حاجه في الكرش غادي تكرطها وغادي تزولها لينا. الطريقه ديال الاستعمال انا قلتها لكم، يعني غادي تستعملوها في الصباح قبل ما تاكلوا اي حاجه، غادي تاكلوا معلقه ديال الوصفه ومن بعد غادي تاكلوا الماكله ديالكم عادي 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 جدا. السكنجبير البنات راه مزيان لاي حاجه في الذات، راه مقوي وكيسرح الشرايين ديال الصدر، كيزول الميكروبات، كيزول سرطانات في الكرش، وكيزول بزاف ديال الحوايج، وعنده منافع عنده منافع كثيره على الصحه ديالنا. انا الاب ديالي كيستعملوا في عصير، تصوروا دابا رمضان كل نهار كيستعملوا مع عصير ديال التشين، كيدير هذا سكنجبير كيديروا في عصير ديال التشين وكيشربوا يوميا. ومسكين عنده مرض ديال السكري، ولكن كيستعمل هذه الوصفه حيت سكنجبير البنات زوين 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 للذات ديالنا، وما عنده حتى شي اضرار على الذات ديالنا. مهم هذا هو الشرح بالنسبه للوصفه الاولى اللي هي وصفه ديال النقص في الوزن، وكنتمنى انكم تجربوها وغير جربوها البنات والله حتى غتعجبكم، والنتيجه راها فعاله 100% وكتطيح واحد الكيلويات مهمين بزاف في السيمانه، اقل 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 البنات اقل كيلو، يعني اقل الكيلويات اللي كطيح هي تقريبا 5 كيلو في السيمانه. الا تبعتوها راه كتهبط الكرش وكتهبط الشحوم والدهون. المهم البنات، هذا هو الشرح بالنسبه للوصفه ديالنا الاولى
بالنسبة للوصفة الثانية ديالنا اللي هي ديال الشعر، واللي كتصلاح للشعر الناشف كما قلت لكم، وكتهبط الشعر الناشف، كتصلاح للتشوكات، يعني الشعر تيكون مشوك، الشعر تيكون مصبوغ ومجعد، وكتطول الشعر. بالنسبه للوصفه كما شفتوا معنا، راكم شفتوا كيفاش صوبناها، وبالنسبه لطريقه الاستعمال البنات، غتخليو الوصفه ديالكم لمده سيمانه، ومن بعد غادي كما قلت لكم يعني مده ديال سيمانه غتحتفظوا بها فشي بلاصه اللي ما فيهاش الضوء، اللي فيها الظلام، وما تحلوش على القرعه البنات، القرعه تبقى مسدوده وبديك المنيل ديالها كحل، وفي بلاصه مخبعه ما نضربهاش الشمس وما نضربهاش الهواء مده ديال 10 ايام. من بعد البنات غادي تجبدوا الوصفه ديالكم بعد 10 ايام وغادي تستعملوها. المهم البنات كما قلت لكم غادي نطبقوها على الشعر ديالنا، من بعد ما غادي نحتفظوا بها سيمانه غادي نشدوها وغنديروا على الشعر ديالنا النهار اللي غنكونوا غاديين فيه الحمام، اولا النهار اللي غادي نبغيو نديرو الدوش في الدار. غادي تشدوا الزيت وغادي تعمروا بها الشعر ديالكم مزيان، يعني غتشقوا الشعر من بعد ما غتسرحوا بطبيعه الحال الشعر، وغادي تشقوا بها الشعر وغتخليوها واحد المده زمنيه ساعه حتى ساعتين حتى 3 سوايع في شعركم، حتى نهار كامل يعني ماشي مشكل، كل ما بقات في الشعر كل ما يعني سرحات الشعر. غير هي البنات الزيت ما ديروهاش وتخليوها في شعركم وتقولوا زعما لا نخليوها بحال دابا يومين ثلاث ايام، يعني بحال الزيوت العاديه لا، حيت فيها الفلفله البنات. راه واحد السيده استعملتها وخلاتها في هذا في الشعر ديالها ودرت ليها السيبان، يعني الوصفه ما تخليوهاش في الشعر. الزيت ديالكم ملي تبغيو ديروها ديروها وسيروا الحمام او غسلوا، دخلوا الدوش وغسلوا شعركم مزيان وخلاص. اذا كنتو كتستعملوا شي شامبوان زوين وديميلور ديالو، غسلوا شعركم مزيان واستعملوا شامبوان وديميلور ديالكم. المهم البنات كان هذا هو الشرح بالنسبه للوصفات بجوج، كنتمنى انهم يعجبوكم وكنتمنى انكم تطبقوهم، وكنتمنى ان الوصفات ديالي يكونوا تيعجبوكم وتنالوا الاعجاب ديالكم. وشكرا بزاف بزاف للمتتبعات اللي كيثيقوا فيا وكيطالبوني بوصفات جديده، وكما عارفين انا راني رهن الاشاره ديالكم، اللي بغات شي حاجه او اللي بغات شي وصفه تخليها ليا في لي كومونتير، وانا معاكم انتم المتتبعين وانا رهن الاشاره ديالكم. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، وكنتمنى وصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوها وراها زوينه بزاف. وما نطولش عليكم وما نقولش عليكم من الهضره البنات، يلاه البنات بسلامه عليكم، ونلقانا ان شاء الله في فيديو جديد. يلاه البنات الله يهنيكم، وكما كنقول لكم دائما اللي جربت الوصفه وعجبتها تخليها لنا في لي كومونتير باش الناس تستافد والناس تجرب الوصفات، واللي بغات شي وصفه جديده كما كنقول لكم دائما تخليها ليا في لي كومونتير، وترقبوني ان شاء الله في فيديو جديد اللي غنشارك معكم واحد الكيراتين طبيعي ديال الشعر اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. يلا البنات بسلامه عليكم، وملقانا ان شاء الله في فيديو جديد.